اطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جيتكم بان غوسات اللي تعجبكم، راني عارفه بلي تعجبكم، اللي هي لا تارت او سيترون ريفيزيتي بلا بيض. بلا بيض، ني بيض ني مورينغ ني ريان دو تو. كاين الناس اللي ما يحملوش البيض، كاين الناس اللي يكونوا اليرجيك للبيض، وكاين الناس اللي يكون عندهم كيما يقولوا حبوا يديروا حاجه خفيفه. هذه تجي بلوس اون فيرين وتجي تاني دي تارت. اليوم نديرها لكم فاصون فيرين. بسم الله، نعطيكم المقادير. عندي الكرامبل، هاوليك عندي الكرامبل اللي فيه فرينه سكر و مارغارين. عندي لا كريم اللي فيها كيلا فلون فاني، لازم فاني، كيلا فلون فاني، كيلا قارص، قارص بيغ ما تزيدولوش الماء. وعندي كيلا حليب، وعندي زوج مغارف معمرين مليح تاع مايزينا، فوالا. وعندي لافاني، عندي بوغ لا سونتيي عندي كيلا معمره تاع قارص اوما يكونوا بيان كلاسي، وعندي كيلا قل ربع غير ربع تاع لا سونتيي، فوالا. وعندي لا كونفيتور تاع القارص. انا لا كونفيتور تاع القارص حبيت باش نزوق بها لتحت باش تجيكم فريمون لي يكونوا لي عشاق لا تارت سيترون يل فون تيتر سيرفي. هاي ليك، شوفوا هاي ليك. وانا توجور نحب نسيل حاجه قبل ما نوري لكم. درت اون كونفيتور، هاي ليك، درت كيلة تاع قارص وكيلة تاع سكر. نقيت القارص، نحيت له كاع ديك القشره البيضاء اللي تكون مره، قسمته طراف طراف صغار، درت له الكيلة تاع السكر، درت له شويه لافاني، غطيته بالبابي فيلم وخليته يبات في الفريجيدير. غدوه من داك تصيبوه كاع ديك الجو انطلق مع القارص، حركوه ديروه يطيب. كي يطيب يولي عاقد، بون عاقد شويه على هذا، قل من هذا، باسكو كي يبرد يولي هكا. فوالا نحوه. ونقدر نقول لكم والحاجه اللي نقولها لكم، كاع الحاجه اللي نقولها لكم راني صادقه فيها، صافي ام وام اللي راه في الفريجيدير. هاوليك، ما تبدل ما خسر ما غمل ما تبدلت بنتو. فوالا، هذا نسحقو باش نديرو في لي فيغين. ميم كي ديرو لي تارتولات ديروه من التحت. فوالا، نبداو ان شاء الله بالكرامبل. فيه 100 غرام سكر، فوالا انا درت اون بتيت كونتيتي خاطر تكفيني. 100 غرام سكر، 100 غرام فرينه، فوالا. وعندي 40 ا 2 ا 42 غرام تاع مارغارين ولا زبده تكون غامولي. 100 في 100 في 42 غرام، فوالا. نلمهم كاع هكا، ونديرهم في ان بلا هكا صغيره، سنيوه صغيره. درت بابيي سوبيريزي، تحبوا هذاك غير يوتيليزابل، تحبوا لي الطرما، فوالا. وسدفوا الكرامبل تاعكم تما ودخلوه يطيب. هذا ما هاوليك الكرامبل تاعنا، نديروا له شويه لافاني، فوالا. نديرو في السنيوة تاعي وندخلو يطيب. انا راني نقصت لكم شويه لو غرا من الكرامبل، باسكو هو من بعد راح يشمخ بلا كريم وكاع. مادا بينا نقصو شويه هاد لو غرا وكاع. وهاد لي فيغين ملاح للصيف، ملاح تاني رمضان. انا على كل حال راني دارته لكم سبيسيال رمضان في السهره ان شاء الله. هاوليك ندخلو يطيبو ويطيبو ونولو لا كريم. لا كريم تاعنا، لا كريم تاعنا ليطاب الاولى. واش نديرو؟ ندير هادوك زوج مغارف اللي قلت لكم تاع مايزينا، فوالا. ندير الكيله تاع الحليب، فوالا، بارد في بارد بيان سور، ونخلطهم، فوالا. فوالا هادو نخليهم هنا. عندي الفلون تاعي، وعندي لو جو دو سيترون بيغ. معليش تخلو هذيك لا بيغ، الا حبيتو تخلوها غير خلوها، المهم ما تزيدوش الماء. فوالا نخلطهم هكا ونحطهم فوق النار. فوالا حطوهم فوق النار بلا ما ديروا لهم الحليب والمايزينا.
هاي ديك لا كريم تاعي، شوفوا ما خليتهاش حتى عقدت كاع. شوفوا الغليه الاولى فوالا نحيتها، نجيب لو فوي تاعي ونبدا نخلط في هذيك المايزينا والحليب. هذا مكان فوالا، ندير اون بتيت بانسي تاع لافاني فوالا ونردها فوق النار. غلية زوج كي تتقال نحيها ونحطها تبرد كيما مالفين، غطوها ولا تحبوا تخلوها تاني في لاكاسخول، باسكو انايا هذه راني حابه نخدم بها في الكليفيرين يسمى، ومن بعد نديرها في لابوشادوي فوالا كيما يساعدكم الحال ديروها. يسمى سي ماشي لازم كيما نقولوا فورسيمون لازم زعما تغطوها وتبرد، نو فوالا. هذيك لا كريم تاعنا، شوفوا شحال جات شابه، شوفوا شحال شابه هاي ليك، ما ديروا بيض ما تكسروا راسكم فوالا. وهذه كيما يقولوا اما فاصون، انا قلت لكم نقعد 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 ونبدا نختار فوالا، خلوها تبرد وديروها في لابوشاد. هاو ليك الكريم بيل تاعنا، شوفوا كيفاش جا. شوفوا درتو انا كاع هكا في سنيوة، نحيت له هذاك بابي سيلفيريزي وكسرتو كاع بهذا فوالا. ها وانا راني درتو سوا كروكون باسكو من بعد كي يشد يشمخ بلا كريم هذيك هي. الا حبيتوه قل من هكا كروكون يكون سوا طري، نقصوا لا كونتيتي تاع السكر ولا زيدوا لا كونتيتي تاع المارغرين فوالا، كل واحد كاش يحب فوالا. باسكو هذا كي ديروا لي فيرين ويقعدوا في فريجيدير هذيك لاباط خليت لكم وحده باش تشوفوها. درت فيها الكرامبل، كل واحد يدير شحال يحب فوالا، كونفيتور ومن بعد الكرامبل، ومن بعد نزيدو لا كريم او سيترون اللي نقول لكم ونعاود لكم باللي ما فيهاش البيض، وخدموا بلي بوشادوي باش تخدموا الحاجه بروبر فوالا. فوالا نزيدو فوقها لا كريم شانتيي فوالا، نزيدو فوقها الكرامبل فوالا، نزيدو فوقها اون كوش تاع لا كريم او سيترون ونزيدو فوقها لا شونتيي فوالا. لا شونتيي انا راني نوصلها حتى الفوق، نتوما ديروا كيما تحبوا، تحبوا تخدموا بلي غوزاس، تحبوا تخدموا كيما تحبوا. المهم الا حبيتوا تخدموا بلي دوي هذوك لي جو كانولي لي تجيكم لا غوزاس، لا شونتيي ديروا لو طون بور طون باش تجيكم طريله. عندي فلان لي كنت خدمت به شويه يم بتيت بانسي، ديروها من الفوق هكا دوك يشمخ يولي صفر فوالا. عندي هادو لي فلور جوتاب فوالا، ونديرها هكا. وهاي لي كليفيرين تاعنا فوالا، هم لي كليفيرين تاعنا. ان شاء الله يكونوا عجبوكم وان شاء الله تجربوهم. وهذه درت لكم الا ماشي في رمضان تقدروا ديروا اون فيغين هكا كاع كبيره فوالا، ولا في رمضان في السهره ديروا هكا. انا عندي سي سوفيزون باسكو حنا في السهره ناكلوا بزاف حاجات فوالا. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، وكما يقولوا سي تونيدي اللي عطيتها لكم ان شاء الله تعجبكم. وتقدروا ديروا لا ميم شوز بالتينه اللي ما يحبش القارص ولا اللي ولادو ما يقدروش ياكلوا هذا القارص. المهم هذه هي الوصفه تاعنا، اللي عجبو الفيديو يشترك في القناة، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقوا غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير، والى الملتقى ان شاء الله في دوت غوسيت مبتكرة ان شاء الله. سلام.